نعم، من البارسا إلى ريال مدريد الذي فاز على خيطافي هدف مقابل صفر هذا الأسبوع، فوز لا يسمن ولا يغني من جوع. أعطينا هدف أسانسيو نشاهده ونعلق عليه، تفضل الياس. والله محمد لما قلت أسانسيو تفكرت حاجة، أنه هذا اللاعب أحسن جوكر لأنشيلوتي. نعم، لاعب تاع اللحظات المهمة، لاعب تاع الربع ساعة الأخير، لاعب اللي يحدث الفارق، يعني صح. يدخل يعني فعال مباشرة، هذه الأشياء اللي هذا هو اللاعب يعني الفريق يعني يوجد في أصعب يحتاجه في أصعب. نظن أنه ريال مدريد العام تاعه يعني انتهى في البطولة المحلية، انتهى قبل الأوان، عرف بلي أنه برشلونة يعني أنهى الموسم. نظن هناك لاعبين ربحوا وقت تاع لعب من أجل ما هو قادم، لأنه كأس رابطة أبطال أوروبا هي الآن هي الهدف الرئيسي. أشياء أظهرها لاعبين ك شواميني أو بيدري رودريغو اللي في أوج عطاء يعني راهو يقدم في مقابل في مستوى، هذه كل الأشياء هي تعود بالفائدة على فريق ريال مدريد. بصفة عامة الريال الآن كل شيء منصب نحو رابطة أبطال إفريقيا. نعم، الريال رغم أنه يجني النقاط في الدوري الإسباني لأن عقله في تشامبيونز ليغ، أليس كذلك؟ بطبيعة الحال الشيء اللي نلاحظه في هذه المباراة هو المدرب أنشيلوتي محمد، عملية تدوير اللاعبين مرة أخرى. شفنا في وسط الميدان شارك تشواميني اللي نعرفه بلي تشواميني راهو في عودة من إصابة، لعب داني سيبايوس هو اللي لعب كوسط ميدان على اليمين، نشوفوا كامافينغا لعب وسط ميدان على اليسار، في الهجوم لعب فالفيردي كجناح أيمن، وإيدن أزار عودة إيدن أزار يعني اللي عنده مدة ما لعبش لعب كجناح أيسر، وأسونسيو لعب كمهاجم وهمي. نشوفوا فريق ريال مدريد هو المهم ثلاث نقاط، لأن راه في شراسة مع فريق أتلتيكو مدريد، عندهم فارق ليس كبير فيما بينهم. نعرفوا فريق ريال مدريد عنده مباراة جد مهمة يوم الأربعاء، مباراة اللي راح تحدد يعني ولا راح يتأهل للنهائي أو لا. أنشيلوتي عنده تشكيلة جد ثارية محمد، عنده لاعبين ذوي مستوى جد عالي. بمناسبة ذكرك للتشكيلة والتعداد الثري لريال مدريد، الجميع يتساءل كيف سيدخل أنشيلوتي، بأي خطة سيلعب، هل سيعتمد على 4-4-2، هل سيبقى في الدفاع، من هم المدافعون الذين سيعتمد عليهم؟ لو نبدأ بتفصيل خط الدفاع، من هم الأربعة الذين تعتقد بأنهم سيلعبون أساسيين؟ لعب محمد بالأربعة ثلاثة ثلاثة، ولا مرة غير أنشيلوتي. نعم، هذه الخطة خطة. نعم، أربعة ثلاثة ثلاثة. في الدفاع هناك يعني عودة ميليتاو وروديغار، القوة والشراسة اللي ظهر بها في مباراة اللي لعبوها في البرنابيو كان من بين أحسن لاعبين، أوقف كل هجمات هالاند، كان يعني صمم أمان يعني بالنسبة لدفاع فريق ريال مدريد. إذا لعب روديغار أساسي، لمن سيضحي أنشيلوتي؟ هل سيضحي بألابا أم بميليتاو؟ أنا نظن ألابا راح يروح كظهير أيسر، لأن شفنا كامافينغا أصيب في المباراة الأخيرة، تحدثنا عليها في الحصة الماضية، تحدثنا عليها محمد. يقدر كامافينغا سيلعب بشكل عادي، سيلعب هو بنزيما رونفورسي بوسطه، يدير ريال استعادة اليوم رسميا بنزيما وكامافينغا سيلعبان مباراة السيتي. شوف محمد راح تكون يعني بين الثلاثي ألابا روديغار وميليتاو. من تعتقد بأنه سيلعب؟ أنا نشوف بلي يعني راح يدير ألابا مع ميليتاو. مع ميليتاو الياس؟ والله أنا من شطرش حسين، لأنه نعرفوا روديغار الخبرة اللي عنده ومجاراته للمهاجم هالاند يعني تخليها الأقرب ليكون أساسي، لأنه في هذه المقابلات أحيانا لما ريال مدريد لعب خارج مدريد نظن أنه حنكة اللاعبين وخبرة اللاعبين هي اللي تصنع الفريق، لأنه مجريات المقابلة حتكون نوعا ما يعني مشدودة. نعرفوا أنه فريق مانشستر سيتي يلعب على أرض مندن وهو راح يصنع اللعب، ونعرفوا أنه ريال مدريد يلعب المرتدات بسرعة لعبه سواء فينيسيوس أو رودريغو. لكن من ناحية الدفاعية نظن أنه اللاعبين اللي أكثر يعني شراسة كما قال مقبلة حسين هم اللي حيكونوا متواجدين، بغض النظر عن المدافعين، لأنه الخطر من يجي محمد يجي من الأرويقة، لأنه هالاند
لولا يعني التوزيعات ولا التمريرات اللي مدوها راند يعني ما يقدرش ما يكون خاطئ لانه يلعب دائما بالظهر. لكن الخطوره تاتي من الاروقه، والاروقه احنا نعرفوا الابا ما عنده بزاف ما لعبش ولا كيلعب على الرواق الايسر ماهوش مردود تاع مدافع اللي يعني المحوري ليس نفس الشيء. لكن كامافينجا سيبقى على الجهه اليسرى، على الجهه اليسرى. انا من رايي وكل يعني كل واحد عنده راي تاعو، النظر تاعي انه المردود اللي يقوم به كامافينجا واللاعبين اللي يلعبوا تاع مانشستر لاعبين مهاريين لاعبين يعني سريعين، يعني الافضل انه كامافينجا حيكون على الجهه اليسرى في مكان وسط الدفاع ألابا. يكون ألابا لا أنا روديغار وميليتاو، روديغار وميليتاو ألابا سيكون في كرسي الاحتياط، ألابا يكون في كرسي الاحتياط. أنا محمد قلت باللي راح يشارك ميليتاو لأن معروفة في المستوى العالي كائن في ليبوست الياس، أنا كي قلت يكون ميليتاو مع ألابا ليبوست كاع في المستوى العالي كائن لاعب رقم واحد ولاعب رقم اثنين. أنا عاوت وليت للمنطق مادام ميليتاو راهو يشارك دوك في المباريات عادي وروديغار ما تقدرش تنحيه، ما قلناش تنحيه روديغار افترس هالاند. قلت لك انا محمد المنطق في كره القدم لما يعود لاعب رقم واحد ويكون في اتم الجاهزيه بطبيعه الحال ليس عوده من اصابات لعب يعني مباشره مباراه كهادي، ميليتاو عاود ولا لعب في الدوري المعاقب كان ما لعبش امام سيتي في الذهب بسبب العقوبه فقط. بسبب العقوبه ماشي بسبب الاصابه. حسين خلينا نتفق على بعض الامور. تفضل محمد. روديغار سيكون اساسي، هذه من المفروغ منها، هذه منطقيا يجب ان يكون محمد ليس من ناحيه فنيه لكن من ناحيه التسيير للقاء، من ناحيه التسيير للرقابه على هالاند، يعني عنده اشياء يعملها هو من اجل اخراج هالاند من المقابله، يعني خدع له الافضليه. اذا كان روديغار اساسي يبقى من سيرافقه، هل ميليتاو ام ألابا؟ اذا لعب معه ميليتاو ممكن ألابا يمشي على الجهه اليسرى وكامافينجا يدخل الوسط، اذا كان معه ميليتاو ممكن ألابا يمشي للاحتياط ويلعب كامافينجا في الجهه اليسرى، عده احتمالات لانشيلوتي، لكن المهم انه روديغار سيكون اساسيا. هل تتفق مع هذا الكلام ميدو؟ بانه محور الدفاع سيكون روديغار رفقه ميليتاو. ممكن شيء ممكن بنسبه كبيره يمشي كامافينجا يمشي ألابا على الجهه اليسرى، كامافينجا يدخل وسط ميدان دفاعي ثابت رفقه كروس ومودريتش، ويضع معهم فالفيردي ليلعب كجناح وهمي لانه يهاجم كجناح لما تكون الكره لمصلحه الرياض، ويولي كوسط ميدان رابع يغلق فيك دوري دو دو كات، يعرف بانه صعوبات كبيره، يعرف بانه سيجد صعوبه كبيره وكبيره جدا، واصلا لما يلعب باربع لاعبين في خط الدفاع واربعه في الوسط في لا ترانزيسيون اللي هي نقطه قوه ريال مدريد ونقطه ضعف مانشستر سيتي مثل ما شاهدنا في مباراه الذهب ولا تقريبا في كل المباريات اللي لعبهم ريال مدريد الموسم الماضي وهذا الموسم في دوري ابطال اوروبا، دائما يلعب على تحولات على لا ترانزيسيون رابيد فير لافون. اولا عنده سرعه فالفيردي، عنده لا بريسيزيون تاع مودريتش وكروس، ولما يلعب باربعه في وسط الميدان تقريبا يخرج كروس. نعطيك احصائيه والله مهمه تاع كروس مع مودريتش، افضل لاعبين في عمليه كسر الخطوط هذا الموسم. ايه واش راني نقول لك لا بريسيزيون باس ما شفناش. شوف البيت الاول، شوف الهدف الاول اللي سجلوا الريال في مباراه الذهب، شوف برك لا باس تاع مودريتش سورتي دونسيتي، كانوا مجموعه كبيره من اللاعبين طق بيت باس بالاكستيريور سورتي دونسيتي كسر كل لاعبي مانشستر سيتي. اكثر من 500 دقيقه لعب في دوري الابطال هذا الموسم، 24% او 25% بين 24% لتوني كروس و 22% لوكا مودريتش تمريرات كسر الخطوط، يعني بتمريره واحده يكسر خطين او ثلاثه. نعم وجود فالفيردي قلت لك مهم في لا ترانزيسيون، واصلا يمنح حريه اكبر لفينيسيوس وبنزيما في خط الهجوم، يعرف بانه السيتي راح يلعب الاستحواذ او طرونس، يعني في ملعب السيتي معروف يستحوذ بطريقه كبيره وكبيره جدا، يضغط عاليا. طريقه لعب السيتي واضحه، فقط الاختلاف مره اخرى هل سيواصل محرز كاساسي ام سيعود برناردو، هذاك هو لو 11 دو غالا تاع غوارديولا في دوري ابطال اوروبا. ريال مدريد اعتقد بانه مثل ما فعل امام الموسم الماضي في المباريات الكبيره خارج الديار، هذا الموسم ايضا نفس الشيء، شفنا كامافينجا في ليفربول كان لعب وسط ميدان في المباراة الربع النهائي امام لعبوا ريال كارد فينال امام نادي تشيلسي، نعم ما كانتش معيار بنظر ان تشيلسي متذبذب منذ انطلاق الموسم، منذ انطلاق هذا الموسم فاز عليه ذهبا وايابا ريال مدريد، تلك المباراة ماهيش معيار بالنسبة لانشيلوتي، لكن مباراة سيتي يوم الاربعاء
هي الحقيقة المطلقة، هي المباراة المعيار الحقيقي لقوة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا خارج الديار هذا الموسم. وأعتقد بأن أنشيلوتي بفكره الإيطالي راح يكون ما راحش يغامر، راح ينتظر مثل ما فعل في الذهاب يلعب بكان بلوك با، ينتظر ويعرف بأنه خصمه نقطة قوته هي الاستحواذ، وهو نقطة قوته اللعب على التحولات السريعة نحو الأمام، اللي هي نقطة ضعف نادي مانشستر سيتي هذا الموسم ولا الموسم الماضي، لأنه لما تضغط بعدد كبير من اللاعبين في الأمام أكيد راح تكون فراغات في الخلف يستغلها فينيسيوس وبنزيما. الإقصائي هذا النصف النهائي لا شيء مضمون فيه، كل شيء سيلعب يوم الأربعاء. عطينا صور